روح لك بقى تعالي لي. قرعة كأس العالم طبعا، وجات لك دعوة من قبل الفيفا ورحت حضرت. احكي لنا بقى كواليس الرحلة دي، كواليس النجوم اللي انت اتصورت معاها، الأجواء كانت عاملة ازاي في عدم وجود مصر في قرعة كأس العالم؟ دي كانت يعني دي اكتر صورة. حاجة مضايقاني في الموضوع، يعني مش هناك. الواحد على قد ما كان جات له فرصة ذهبية من اليوتيوب، انا سفير لكأس العالم من بقالي سنتين، من اول ما ابتدى المشروع بروح دايما احضر افتتاحات الملاعب الجديدة. اختاروك ازاي؟ والله اسالهم، مش عارف. لا انا بسالك انت، انت اكيد عارف. يعني يعني الدعوه جات لك ازاي؟ بعتوا لك ازاي؟ الحاجات دي تبسطنا، انا احب نعرف. بالعكس، هم شافوا شغلي على اليوتيوب، هم هناك الناس في قمه الاحترام، متابعين دايما السوشيال ميديا، بيهتموا بيها جدا، وده الشيء المبهر بالنسبه لي. نوع من انواع الدعايه ليهم اصلا، الكلام ده منظمه جدا التفكير حتى. يعني احنا الاثنين كسبانين، هو بيديني ازاي فرص كبيره جدا ان انا احضر من الاول خالص، ازاي ابقى سفير لكاس العالم، وفي نفس الوقت هو الشباب عارف انها بتبص علينا احنا، عارف ان الشباب دايما معانا وبتتفرج على الكواليس، فبيديني حصريات ان انا اروح الملعب، انزل الاوض. بعتوا لك ازاي بقى؟ بعتوا لك ميل؟ كلموني جدا، عادي جدا، تعالى احضر الاول ماتشات، اتفرج. رحت واستقبلت، لقيت البروجكت غير عادي، البروجكت اللي بيحصل شرف لاي حد عربي ان ده بيحصل في دوله عربيه دلوقتي. ما كلمتلوش على مباراه القعده؟ كنت هقول له، كنت هقول له الليزر وبتاع، لقيته مشغول، فقلت له اكلمك بعدين في العشاء بقى لما احنا قاعدين. لما انا واخد بالي. يعني بعدين يا انفنتينو عندي موضوع اكلمك فيه. لا الحقيقه طبعا كميه النجوم اللي كانت في الحفله شيء مبهر. يعني احنا يعني اكتر حفله اشوف فيها النجوم اكتر من البني ادمين العاديين. حسيت ان انت في كاس العالم، ابتدت البطوله، حسيت البطوله ابتدت. القرعه كمان بتديك ايحاء ان هيبقى اعظم كاس عالم في التاريخ، القرعه اللي معموله، واعرف ناس كتير كانت معايا راحت يعني كذا قرعه في كذا دوله. لا المعموله يعني مختلف، معمول شكل حلو، كانت ينقصها اسم مصر. نعم. المشاعر بقى اللي حصلت من الاخوه العرب هناك وبعض الضيوف، يعني فكره غياب مصر عن كاس العالم واحنا كنا في اخر مرحله وبنلعب امام السنغال وخرجنا بركلات ترجيح، كان الانطباع هناك ايه؟ لان خاصه ان الجماهير المصريه كانت ممكن هتعمل نجاح كبير على الاقل لمباراه مصر هناك. اكتر حاجه سمعتها هناك هو احنا افتقدناكم انتوا منتخب الجزائر. اكتر جمله اتقالت لي احنا متضايقين قد ايه ان منتخب مصر والجزائر بالاجواء اللي شافوها من كاس العرب. لا بطوله عربيه بالظبط، كاس العرب كان لسه خلصان. فشافوا قد ايه تاثير المصريين والناس اللي عامله اجواء في الاستاد، وكان كل ده متسجل في الفلوجز اللي رحتها، رحت كل الماتشات، حتى في ماتشات تانية رحتها، رحت للسعوديه، رحت للمغرب، رحت لتونس. فالاجواء بصراحه كان نفسنا نكون الست منتخبات العربيه موجودين في كاس العالم في قطر. نعم، وبالتالي تجربه مش هتنساها قرعه كاس العالم دي. طبعا طبعا تجربه مش هنساها ابدا، يعني انك تحضر في يعني اول صفوف في القرعه ده شيء بصراحه يشكر عليه اللجنه المنظمه العليا اللي اختارتنا كلنا، مش انا بس، هم يعني في كل دوله عربيه ومن العالم كله في سفير هم جايبينه عشان يغطي الاحداث دي وياخد الحصريات دي عشان يوري للعالم ايه اللي بيحصل. بيبقى جميل لما تتعب وتعمل اللي عليك وتجتهد في شغلك ويجي الكرم من عند ربنا. طبعا حلو. طبعا اول حاجه طبعا حاجة. هو بمناسبه تواجدك في البطوله العربيه، انت كنت متواجد ايضا في مباراه الاهلي والرجاء، واحنا هنلاعب الرجاء في دور الثمانيه، وكنت متواجد في لحظه ركلات الترجيح والسوبر. الشعور اللي كان في المدرج بقى، انت واحد من المدرج وقتها، كان شعور جماهيري النادي الاهلي قبل ما يسجل طاهر الهدف، وعايز تقول ايه قبل مباراه الاهلي والرجاء واحنا رايحين نواجهه الثاني في دور الثمانيه؟ بص لما كلمتني على الماتش ده حسيت ان يا لا كانت الاجواء بصراحه صعبه جدا، وخاصه ان انا كنت هناك بقول لك عشان كاس العرب، فكل جمهور الاهلي عندي في الكومنتات خليك يا سري، خليك يا سري، خليك يا سري، الاهلي جاي لك، اوعى تمشي. وبالفعل رحت وقررت ان انا استنى بعد ما كله مشي، قعدت هناك عشان انا عارف ان الاهلي هيصلح لي اللي حصل. انا متاكد انا بقى لنا 5 شهور على الوضع ده بالظبط. ويعني انا عندي جمله كده بقولها حتى في دايما في فلوج، ما يفسده المنتخب يصلحه النادي الاهلي. احساسنا اللي كان نفسنا منتخب مصر قوي يكسب البطوله، حتى البطوله دي الاخص طبعا كان نفسنا ان هو يكسبها، ولكن الواحد ايه حس ان الاهلي قام مطبطب عليه، عارف اللي هو ايه الاجواء. في انا كمان خدت ده درجه ثالثه، قلت بقى انا هقف زي ما كنت بقف زمان قبل اليوتيوب، وارجع تاني درجه ثالثه واقف في وسط الناس دي واشوف. طبعا الاجواء ما بيسكتوش، انا متاكد، انا باكد لك الجون جه بسبب الناس اللي كانت واقفه في درجه ثالثه، ما فيش لحظه سكتوا فيها. انا كنت بصور فلوج، فساعتها الجون الاولاني حتى اللي دخل فينا من الرجاء انا ما حسيتش انه دخل، يعني انا ببص ورايا والله العظيم ورايا لقيت ايه 1-0، قلت لهم هو دخل امتى؟ ما ادونيش ايحاء وانا بصيت لهم. ما فيش صدمه، ما نزلتش الصدمه، احنا مكملين. يعني مش ما فيش واحد قال ايه ده، لا انا مكمل. بص انت اول يعني
ملكشته كده بس في موضوع الماتش. بص المشاعر الطاغيه اللي ظهرت جدا 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 يعني.